السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم في وصفه جديده. كنعتذر منكم، راه مشى ليا نص تاع الفيديو ديال الروز. المهم طلبوا مني شي ناس، غنصيفط لكم بعد الطريقه. والطريقه ديال تزينو هذه بعض الصور من سوق حد البراديه، من الخضار والديسير من سوق حد البراديه. هي بعض الصور، ان شاء الله شي مره ندير لكم فيديو. ومرحبا بكم، وسمحوا لينا في تهيوات ليلى وسلمان عميريه، وقبلوا على الموجود. كنعتذر مشى ليا الفيديو ديال التزيين. المهم نخلي لكم مقادير الطريقه ديال الروز بالعناقر ديال لادنت وبالاعناق لادنت. الصراحه كيجي واعر. وهذه بعض من الخضار في السوق الاسبوعي اللي عندنا هنا بالبلاد، زلبانه، ليمون، بطاطا، البصله، الفلفله، وازهار الربيع. ومرحبا بكم، قبلوا علينا بسم الله. عندنا العناقر ها هما، عندنا وسم الطحون مع القزبر وزيت العود والثومه، عندنا البزار، عندنا الخرقوم، كمون، قزبر حبوب مطحون، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه جافه وريقه سيدنا موسى. عندنا الزيت العاديه ديال الطبله، عندنا صلصه السوزه، عندنا القرعه الخضراء ها هي حكيتها هنا قطعتها هنايا. عندي اللوبيا خضراء، اللوبيا خضراء، عندنا البصله الحمراء هي مسلطه، عندنا الفلفله خضراء ها هي، عندنا مطيشه هي مقطعه. مرحبا بكم معنا في وصفه جديده، وسمحوا لينا غنبداو معكم الطريقه. عندنا الصلصه ديال المطيشه، هي ضروريه هاد الصلصه في هاد الحوت، في هاد الروز. هاد الروز راه تقدري ديري بالكفته الشردين، بالدجاج، بالقناصي، باي حاجه. نديرو معكم اليوم الغدا. عندي الروز ها هو، الروز ها هو دايز درتو يتسلق باش ما يتعطلش ليا، كنسلقو وعاد كندير ليه فوره. انت تسلقيه نيشان، ها هو الروز ديالنا. غنبداو معكم الطريقه بسم الله. المهم الروز درتو في الماء، شويه د الملحه، وهو كيتسلق. المهم الروز هي قدمتو لكم بلا راه درتو يتسلق، غادي نحيدوه. هنايا غنبدا، راه درت الكوكوت سخون، الكوكوت ديالنا سخون. غندير الزيت في الكوكوت، نص كاس مكترش، ندير كلو الزيت ديالنا هو كيسخن، نزيد عليه البصله، نسحروا البصله ديالنا مزيان. البصله ديالنا هي كنصحرو فيها، صحر شويه، ونزيدو عليها العناقر ديال لادن. صراحة هاد الروز راه كيجي واعر. كيتبخ هنايا البصله ديالنا، هي تصحرات مزيان، اللون ديالها بدات احمر. كنزيدو عليها العناقر. كنحركو مزيان، كنديرو التوابل ديالنا كلهم ها هما، كلشي كنديرو هنايا.
غيرنا اليوم الجمعه وجمعه مباركه. ايوا نديرو كسكس درنا الرز نبدلو شويه اللي ما بغاتش يدير كسكسه بغا يدير الطريقه راه تجي زوينه راه حاطه الريحه ديالها زوينه. ندير معلقه ديال صلصه السوزة ملقة كبيرة هي كتجي زوينة هادشي ديال الدجاج حطوتها هي راه موجودة كتباع في المحل كتجي زوينة بالدجاج في بعدان في الحوت الخضرة ديالنا هاهي نديرو الفلفلة صراحه كتجي واعره شفت فوق الماء قطعي الفلفله تقطعي اللوبيا تقطعي القرعه صراحه انا قطعتهم بلاله الحادقه تقدروا تشريوها كاينه يدويه وكاينه كهربيه كهربائيه اخوان وسمحوا لينا القرعه وزيت ما كايشفى هذا كتلوحي كلشي وكتحركي واحد 5 دقائق كديري واحد جوج كيسان ديال الماء صحه ديال الصداع ديال كنحركوه مزيان باش تسحر هاد الخضر مع اللبن دوز الصوري قرنا كنحركو مزيان غادي ندوز اللبانه حتى هي هي عندك الفلفله بالالوان حتى تقدر ديريها هنا غنجد مطيشه ندير صلصه مطيشه خلطو حتى مزيان معاهم هي اللي كتعطي اللون هاد الصلصة الصلصة ديال الدجاج أو لدانت صراحة راه معنديش أنا مع لدانت بزاف كاين هاد العنازة و تيعجبوني ما لدانت كتعجبني فيها الغنقرة و سميتو القطحو و صافي ندير واحد جوج كيسان ديال الما يكونو مغليين نسدو عليهم شو غادي دير من الفوق دفع كاع يخسر شوية صافي غنغلقو على الكوكو ديالنا نديرو الاستفارة نستناو حتى طيب نص فلوس سمحوا لينا الا سهيناكم ومرحبا بكم.